فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى صحيح البخاري كتاب الحج. قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى المصنف عن يحيى بن بشر من الثقات الأزبات قال حدثنا شباب بن صور من الثقات الأزبات قال عن وقاء عن عمرو بن دينار إمام أهل المدينة أو أهل مكة عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس وهو من أوسق الناس ابن عباس ولم يصح فيه لم يزد فيه ما قالوا فيه عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. وابن عباس طيب سأجيبك يا سمراء بعد هذا. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من سبع المكثرين عن النبي الأمين قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فواجب عليهم أن يأخذوا بالسبب. فهم يعني قالوا نتوكل والله يرزق ولم يأخذوا بالسبب، فهم متواكلون غير متوكلين. ورواية ابن عيينة هذه أخرجها الإسماعيلي عن يحيى يعني وصله عن يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة ابن عكرمة مولى ابن عباس أثبت الناس فيه عن ابن عباس رضي الله عنه من عبد الله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. ترجمان القرآن حبر هذه الأمة. قال ابن صاعد هكذا أنبأنا به أبو عبيد الله في كتاب المناسك فقال فيه عن ابن عباس قال وحدثنا به في حديث عمرو لم يجاوز عكرمة يعني رواه مرسلا كما قال رواه ابن عيينة عن عمرو مرسلا عن عكرمة مرسلا يعني أسقط فيه ابن عباس. وقد اختلف هنا في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في المراد بالتقوى هنا، فابن عباس قال إن من التقوى ألا يتعرض الرجل إلى ما يحرم عليه من المسألة يعني لا يعرض نفسه إلى أن يسأل الناس في طعام وشراب وكسوة. هذه قال هذه من التقوى أنه لا يبذل وجهه سؤالا للناس أعطوه أو ردوه. إن التقوى السويق والكعك وهذا كلام ليس بصحيح، وكذا قال سعيد بن جبير. والحق أن نقول التقوى هنا ألا يسأل الناس شيئا، هذه التقوى. قال ابن بطال عقب وليس هذا من سعيد على أن هذه الأصناف من الأزواج هي التي أبيحت في الحج دون سواها ما سواها، ولكنه على إفهام السائل أن المراد هو الزاد الذي هو قوام الأبدان لا على التزود من الأعمال. وذلك قول الله تعالى فإن خير الزاد التقوى أنه لا يتعرض للناس بالسؤال ويحفظ ماء وجهه وأن لا يسافر إلا مع معه من الكفاية. ولذلك الفقهاء اشترطوا في الاستطاعة للحج أن يكون قد ترك أن يكون معه الكفاية عند سفره وترك لبيته الكفاية إلى رجوعه وترك في بيته الكفاية إلى رجوعه. فلذلك قال علمونا إن من الفقه ترك السؤال للناس وهو التقوى. ولذلك فإن الله جل في علاه مدح أقواما قال لا يسألون الناس إلحافا، والمعنى فتزودوا ولا تؤذوا الناس بسؤالكم واستقطابكم أموالهم. وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال، إنما التوكل على الله جل في علاه دون الاستعانة بأحد. فأن تكون متوكلا حقا أن تأخذ بالسبب أولا، ثم بعد ذلك تأخذ بالسبب ثم يميل قلبك كليتا لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك قال النبي اعقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب أولا وتوكل. التوكل أن تأخذ بالسبب ويميل قلبك لله. من أراد سؤالا فيضع أسئلته الآن. قال الطحاوي لما كان التزود فيه ترك المسألة المنهي عنها في غير الحج كانت حراما الأغنياء قبل الحج، كانت في الحج أو كانت حرمة. إذن فالتقوى هنا هو أن لا يسأل الناس شيئا، التقوى هنا لا يسأل الناس شيئا، أن يتوكل الله حق التوكل بالتوكل بأخذ بالسبب بطعام وشراب وثياب لكفايته حين سفره وحين رجوعه.
طيب الفوائد المستنبطة: التوكل لا يمنع الأخذ بالأسباب. التوكل لا يمنع الأخذ بالأسباب. السياق من المفسرات، لأنه قال فإن خير الزاد التقوى، شوف فسرت على سياقها: عفة النفس أولى من الحج. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.